فلورنت مالودا ومحمد شريف في خط الوسط، ستانلي اوهيوتشي ودودو جباس في الهجوم. اصحاب الارض النهارده على يمين المقصوره بزيهم المعتاد الابيض في اخضر، الضيوف اليلو بلاك وادي دجله هيكونوا على شمال المقصوره. تركيز من دفاع وادي دجله لكن تتشتت وما زالت الهجمه للنادي المصري. وادي العرضيه والوحده، يا راجل يا راجل، حب يضمنها ببطن رجله انما ضعيفه، عملت بند وتوصل سهله للعملاق الحضري. ياخد فاول الحضري، تخلص الكرة بدون فاول. الهجمة المرتدة مع 2 ودقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع. كابوريا بيحاول يعدي يا ولد على المهارة. نتمنى انه يكون الشوط الثاني مغاير تماما. بالفعل صفارة نهاية الشوط الاول بتعادل السلبي بين النادي المصري صاحب اللقاء النهاردة ونادي وادي دجلة في رابع لقاءات الاسبوع 25. اعزائي مشاهدي استاد مصر، وادي دجلة يعني يتساوى مع الاسماعيلي وسموحة والبطاقة الافريقية. ادي فلورنت مالودا الكرة الأمامية ناحية اليمين، استني هيوتشي بادئ الشوط الثاني في تغيير داخلي ويعدي بيها نص الملعب. الكرة الأمامية يطلع بيها أحمد ياسر من ناحية شمال، ممكن الخطورة. وادي العرضية، مالهمش حظ، مالهمش حظ في الكرة اللي فاتت. سعيد مراد يلعب العرضية وحط برجله اليمين جول، برجله الشمال جول، لكن اتلخبطت في رجله، تتلعب جوه 18. سعيد مراد يطمع المرة دي والتسديدة لكن خارج المرمى. اتأخر سعيد، رجعوا لعيبة وادي دجلة، يا ولد يطلع بيها أسامة عزب، مكمل أحمد رؤوف عايز ياخد البينية ناحية شمال، مفيش تسلل ولا في تسلل، مفيش. وادي العرضية في المرمى، لكن عصام الحضري يتألق ويطلع الكورة. ضغط كبير على دفاع وادي دجلة، هل يستحمله؟ أدي أحمد رؤوف، 2 خبرة يا جماعة، ما نحبش نشوف الكادر ده، ما نحبش نشوف الكلام ده سواء من أحمد رؤوف أو من عصام الحضري. بصوا الكورة اتحطت إزاي، ضربة ركنية للنادي المصري، شوط تاني أحلى. هيلعبها سعيد مراد، تتلعب على البعيده وعصام الحضري ويطلع على مرتين. لا وادي دجله في ورطه، وادي دجله في ضغط. بصوا التوفيق وعدم التوفيق، والله مش سعيد مراد، ده اسامه العزب لعبها له، يعني اسيست في منتهى الجمال. يا سلام على المساحات، توصل ناحيه اليمين، فين العرضيه؟ بيوصلوا بسرعه لعيبه النادي المصري. وادي العرضيه والحضري، الحضري حتى الان 4 اسيست حتى الان مع مشاركته في 8 لقاءات. والرأسية فين؟ خارج المرمى. رد من وادي دجلة واحمد العش. سعيد مراد يكمل الهجمة من ناحية شمال، رايح له كابوريا يلعب هالو، لو اتقن العرضية مين مكمل على البعيدة، تترد وفرصة وضيعة وتوصل للحضري. برضه احمد ياسر غير موفق حتى الان، لا احمد ياسر وادي احمد رؤوف مصاب، ماسك العضلة الخلفية. وادي الحضري بقى، بصوا الروح الرياضية تغلب، مشهد 10 على 10 من الحضري. لسه في مناوشات، لسه في كلام، لسه في شد وجذب ما بينه وما بين احمد رؤوف، عايز يلعبها الجونيور مره تانية انما تتقطع. توصل 4 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، ممكن ممكن، لكن لازم يبقى فيه تغيير في الاداء من الفرقتين. تترد الكوره للنادي وادي دجله الاماميه، ستانلي المطالبه هنا، لكن حكم اللقاء بيطلق صافره نهايه هذا اللقاء علشان يبقى بالفعل حتى الان